السلام عليكم السماء، السلام الله عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صباح الخير. صباح ويا صباح، صلي وتربح على النبي محمد. هذا هم ديني غيثما الخزر تيام زقوامي ذو حنجاي وذا قوانو عاد وزيد جبيدن، عاد وزيد جبيدن نهارا نسهاغا كيدس، فريضنا نسهاغا كيدس، فريضنا نسهاغا كيدس، وقي غدا هم تيديني جيت راجي غير تيدجبدن الخو عاد وتيدجبدن ما را اني حفانا نوث ندي السحرا اقاين ديني السلطة ذي العرايش احنجا غا ست سنين يوذا قوانو يجو حنجا الناس هذا يتجمع ذهوي غادي تكسير يهوى 30 مترو يهوى 30 مترو احنا جا اقتضوا الصداف اقتضوا الصداف قال اش احنا جاني غيان تجي كم الغزام جاي يدفو نشها اكيد سلخ الزعق ما زيد جبدن عاد وزيد جبدن شاع هذاهم تجرخو هذاهم تيد سعدو غزام خمس يد غير جبدن هذاهم تيدينير اقرخو قحفان حفان طافي وانو النير عادي بظن 30 مترو يقيم بس 30 مترو بقذنا خاصني يهدم وين احنا جاني احنا جاني عادي قداع 3 ايام زقوامي غا 6 سنين هذا هم تستعدوا كل شيء يثمى. والسلام عليكم. ديال الاب الطفل اللي طاح في البير طاح في الصندة متابعي قناة شوف تي في خليكم معنا غادي ناخذوا التصريح الان ديال الاب ديال الطفل اللي طاح في الصندة البارح فالكل يحاول ان انقاذ الحياة ديال هذا الطفل فغادي يحكي لنا التفاصيل ديال هذه الحادثة المروعة هنا بدوار يعني إغران إقليم شفشاون جماعة تمرت متابع قناة شوف تي في الأجواء هنا مثيرة الكل يترقب الكل ينتظر غادي نحاول نقربكم خليك معايا عمي أجي معايا عمي أجي معايا أجي عمي معايا إذا متابع قناة شوف تي في هنا الأجواء مباشرة هذا هو البير اللي طاح فيه الطفل شنو الاسم ديالو عمي الطفل رايان في ذاك البير البير ديال الصندة هنا لهيه الآن الكل يترقب الكل ينتظر يعني انقاذ الحياة ديال طيف ريان خمسة ديال السنوات متابعي قناة شوف تي في هذا هو الاب ديال طيف ريان سيدي تبارك الله عليك شنو تقول للمتابعين اللي كيشوفونا الان على المباشر تفضل نقول لهم يجبدوا لي ولدي تفضل اسيدي نقول لهم يجبدوا لي ولدي من البير راه معنا ما يجيو يحفروا من تما لستة ساعات راه ما يجبدوا ما يلحقوش واخا احكي للشعب المغربي شنو واقع لان الناس ما عارفينش دابا شنو واقع عاد كيشوفوا هادشي شنو وقع البارح وحكي لهم القضيه كيفاش من الاول تفاصيل من البارح حصل طيحان الدري طاح ليا في البير البارح مع ثلاثه النهار نعم وجات الوقايه جاو المخزن وما داروا لنا والو يعني نعم اسيدي راه المجهودات الان كلشي كيحاول ينقذ الوليد ديالك راه كل راه الوليد ديالك بحال الوليد ديالنا كامل الشعب المغربي كلشي بضامن معاك شنو تقول دابا شنو توجه رساله شنو يعني فعلوا يزيدوا يسرعوا من هذه الوتيره ديال الاشغال نطلب منهم يجبدوا لي بني ويزيروا المجهودات كافيه ان شاء الله كل هاني اسيدي ان شاء الله يخرج ان شاء الله ريان يخرج ان شاء الله مازال هو في قيد الحياه مازال في قيد كيفاش شنو درتوا احكي للشعب المغربي دينا له فيديو جبرنا كي باني باقي كيهضر باقي مازال كيتنفس مازال كيتنفس نعم واه واخا ندوزو يهضر واخا سيدي شكرا جزيلا لك اذا النداء ديالك هو انه شحال فيه البير من ديال العمق ديالو 60 متر 60 متر حاولتو كان شي محاوله ديال حكي لنا هبطنا واحد الدري ودينا جميع ديال الفتاشه هبطنا واحد الدري وما كاينش اهضر معايا غير بالدارجه عادي يا سيدي راه حنا بحال خوتك جينا لعندك انا شوف تي في على البث المباشر نعتذر الانقطاعات المتكرره هنا من اقليم شفشاون كنعتذر لكم على الانقطاعات الناتجه على الضعف الصبيب ديال الانترنت هنا متابعي قناه شوف تي في كنحاولوا نديروا المجهودات ديالنا باش نقلوا لكم واقع الحال هنا من دوار اغران باقليم شفشاون جماعه تمرت الاب ديالو في حاله صدمه شوفوا متابعي قناه شوف تي في كل يعني مسكين عينيه يعني فيهم منعش مسكين هذه الليله راه منعش
زيد قربنا من الاجواء عمي، زيد قربنا من الاجواء ديال اللي عايشها الان دابا. كيفاش كتحسوا ولدك راه في قاع البير دابا؟ راه قلبي كيتقطع، ما علم عليه الا الله، ويديروا المجهد ديالهم الله يرحم المواليد، هذا اللي كاين. الله يكون من حالك عمي وما يكون غير خير ان شاء الله، ما يكون غير خير. خويا غادي نحاولوا متابعي قناه شوف تي في نقربوكم من الاجواء، غادي نهبطوا لتحت خويا لاكونيكسيون فين هو؟ راه كنحاولوا نجيبوا الكونيكسيون بحال كنقلبوا على الطفل ايوب، راه حنا يعني كنحاولوا نديروا مجهودات ديالنا متابعي قناه شوف. اذا هنا السلطات الان كتحاول تنشل يعني الجوت يعني يعني الطفل ايوب لان مازال بالحياه، هو مازال بالحياه متابعي قناه شوف تي في، وداروا الكاميرا لتحت وكيسمعوه على انه كيتنفس وكيهضر كيهضر. شنو كيقول في كيتنفس 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 الهضره ما كيهضر. لا والو البارح كيهضر، واه البارح كيهضر، البارح كيهضر نعم وخلف بناتي. البارح كيهضر اسمه كيقول لهم طلعوني طلعوني طلعوني. اصبح الكاميرا من داروا الكاميرا من داروا الكاميرا ودابا اصبح هذا لا ما كيصبح ما كيهضروش. كيحاولوا يديروا كورده من هنا. دابا يديروا كورده ما عرفناش، دابا غيصيفطوا كاميرا وغيديروا بيسي غيشوفوه. نعم اذا الان متابعي قناه شوف تي في رجال الوقايه المدنيه والدرك الملكي والسلطات المحليه هنا بجماعه تامورات فكيحاولوا ينقذوا الطفل الان اللي في القعر ديال البئر 60 متر. غادي يستعملوا كاميرات حديثه متطوره باش يعرفوا شنو كاين في قاع البير، يعني واش الطفل مازال كيتنفس واش مازال بالحياه. والاليات الان كتشتغل من الجهه التحتانيه باش يحاولوا يحفروا 60 متر ديال العمق باش يحاولوا ينقذوا الطفل يعني ريان. اللهم امين يا ربي يا ربي تسمع هاد الناس كاملين اللي هنا جاو ويعني متشوقين باش يشوفوا هاد الطفل يعني حي. يا ربي تسمعنا اخبار الخير كاملين، الكل يعني متضامن مع هاد العائله ونتمناهم ان شاء الله باذن الله يكون الخير. اذا غادي نواصلوا معكم متابعي قناه شوف تي في، الان ننقل لكم الاجواء على المباشر هنا من دوار اغران جماعه ثمروت اقليم شفشاون. هذه هي الاجواء متابعي قناه شوف تي في. غادي نواصل معكم نقل هنا الاجواء متابعي قناه شوف تي في على المباشر، كنقل لكم الاجواء كنحاولوا الريزو كذلك يعني كنتمناو ما يقطعش الريزو. واش الجوده ديال الصوت واصله مزيان متابعي قناه شوف تي في؟ اذا هذه هي الاجواء الان من اغران اقليم شفشاون، محاوله انقاذ حياه الطفل ريان على المباشر. كنقل لكم الاجواء متابعي قناه شوف تي في، المجهودات اللي كتقوم بها السلطات الان مجهودات كبيره، ما كرهوش يطلعوه ولكن الغالب الله راهم دايرين الجهد ديالهم. الساكنه الكل يتضامن مع الطفل ريان. هذه هي الاجواء متابعي قناه شوف تي في. اذا الان سوف يتم الاستعانه بكاميرا حديثه. الان كنقل لكم متابعي قناه شوف تي في من هذا البير. كل الشكر يعني للسلطات اللي دايره الدور ديالها هنا. يتم الاستعانه بكاميرا اللي هي حديثه ومتطوره من اجل معرفه ما يحدث على عمق 60 متر من 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 السطح ديال 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 البيت 60 متر. فالطفل ريان تصوروا يعني الطفل ريان الان في قعر هذا البير يعني ب 60 متر. الكل يترقب الكل ينتظر شي خبر اللي يكون مفرح متابعي قناه شوف تي في. إذا متابعي قناة شوف تي في الشكر كذلك موصول لرجال الوقاية المدنية اللي دايرين الدور ديالهم ودايرين المجهودات ديالهم. كنحاولوا ننقل لكم مختلف الزوايا. إذا هذه هي الأجواء متابعي قناة شوف تي في على المباشر، ننقل لكم الأجواء من دوار إغران إقليم شفشاون جماعة تامروت. الكل يحاول إنقاذ حياة الطفل ريان مسكين 60 متر يعني على عمق 60 متر. دعواتكم خوتي المغاربة دعوا مع هذا الطفل هذا مسكين، الله يجعل ربي يفك له حال على خير. دعواتكم الأب كما كتشوفوا الأب مسكين مصدوم صدمة قوية لانه طفل 5 ديال السنوات ما غاديش يعرف ما يدير، غادي يبقى في الاب ديالو من طبيعه الحال لان الاب ديالو مسكين غيبقى كيقول ولدي مسكين يعلم الله. دابا كيترجى وكيتسنى وكيتمنى باش يتنقذ وينقذ بوحبل ديالو مسكين اللي ما عندوش الجهد. قلت انا زعما علاش ما كون داروا شي كروشيات وشدوا له ومعاه وما عندهم الكاميرا وشدوا له شي كروشيات وداروا له الكابليات وشدوا له الحوايج ديالو زعما واش ما يقدرش يطلع ربما
قلت انا مع الفكره ديالي علاش زعما شي واحد يكون يختار شي فكره من دماغه من راسه. سبحان الله مع الكاميرا كاينه تهبط الكاميرا للبير ويشد واحد الكروشيه تشدوا الحوايج ديالو ممكن يطلعوه. كروشيات ما يكونوش طوالين بزاف يكونوا غير صغارين باش ما يوصلوش اللحم ديالو غير صغارين يكونوا ماضيين يشدوا له اللحم هذاك يشدوا له الحوايج ديالو ويطلعوه ممكن. ما عندهم الكاميرا ما فاش كان الولد مازال حي قلت انا زعما واش الولد هو راه باغي يقد شي قاوم ولا شد في الحبل باش يطلعوا ولا شي حاجه ربما غادي يوصلوا حتى لواحد البلاصه وغادي يفلت وغادي يهبط. هو الحل الوحيد هو الكروشيات يشدوا له الحوايج ديالو. واذا شدوا له الحوايج مثلا 60 متر ما وصلش دقيقه هذه المكانه باش غيقدروا يخرجوه يحاولوا عليه ولكن ما وصلش دقيقه هذه المكانه يحاولوا شويه باش ما يقدروش يضربوه مع الحيط ولا شي حاجه ويستقي يضر الولد ولا شي حاجه. الله يخرج الامور على خير. والله العظيم حيت ما كنفكر كنقول هنا دابا هاد البيار هادو اللي كيحفروهم هما مضيقين خصهم يترفضوا بعدا اصلا. السي ترفض طاح حيوان البير ضاع لك هو طاح لك حيوان كي غدير تجبدو يعني البير مش ضاع فهمتي البير ضاع هو خاص الانسان يبقاو يديروا البيار متسعين شي شويه باش الا هبطت شي حاجه ممكن بنادم يقدر ينقذ الموقف ويجبدها. تحياتي لكم بارطاجيو الفيديو خوتي الله يحفظكم.